أهلا بكم إلى نشرة الثامنة صباحا. إلى العناوين. وزير الخارجية العماني يبحث التسوية السياسية في دمشق، وباريس تستضيف اجتماعا بشأن سوريا. قصف إسرائيلي على غزة وثلاثة شهداء في الخليل، وعباس يحذر من انفجار الأوضاع نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. بكين تدعو واشنطن إلى التفكير مليا بعد اقتراب مدمرة أمريكية من جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن القضاء على الإرهاب سيسهم في نجاح أي مسار سياسي في سوريا. موقف الأسد جاء خلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في دمشق، حيث بحثا الأوضاع في المنطقة ولا سيما الحرب على الإرهاب في سوريا والأفكار المطروحة في إيجاد حل للأزمة. يوسف بن علوي الزائر غير المنتظر وليس المفاجئ في قصر الشعب إلى جانب الرئيس بشار الأسد. الترحيب بوزير خارجية السلطنة وحرارة المصافحات يعكسان رضا دمشق عن الخرق الذي تحققه هذه الزيارة في جدار المقاطعة التي عمل عليها مجلس التعاون الخليجي خلال 5 أعوام من الأزمة، علما بأن العمانيين واصلوا الاحتفاظ بعلاقات الدبلوماسية مع سوريا. لا شك أن زيارة الوزير يوسف بن علوي تأتي في إطار التحرك العربي الروسي والأمريكي للوصول إلى حل سياسي. المعروف أن سلطنة عمان كان لديها مبادرة وزارها الوزير معلم منذ أشهر قليلة، وأعتقد أن الوزير بن علوي لديه رسالة مهمة سلمها للسيد الرئيس بشار الأسد. زيارة غير مفاجئة لأنها تستأنف محاولات لفتح قنوات حوار وتواصل كانت قد ظهرت في آب الماضي عندما زار الوزير المعلم عمان للإفادة آنذاك من زخم اتصالات روسية أمريكية وخليجية تطرح أفكارا تساعد على حل الأزمة في سوريا. ما جاء يحمل أفكارا ويطرح أيضا ويستمع إلى أفكار أيضا من الجانب السوري، وهذه مسألة مهمة. إطلاق عملية سياسية حقيقية خصوصا وسط هذا الحراك الدولي المتعدد الاتجاهات والأبعاد. لم يقل الوزير بن علوي سوى ما نقلته وكالة سانا بأن بلاده مستمرة في بذل كل مسعى ممكن للمساعدة في إيجاد حل ينهي الأزمة السورية، لكن التوقيت الذي يتقاطع مع المبادرة الروسية وموافقة الرئيس الأسد المشروطة على مسار سياسي يتوج بانتخابات رئاسية مبكرة قد يكون فتح نافذة لتفعيل الوساطة العمانية واستعادة الدبلوماسية السرية كما يتولاها بنجاح بن علوي في ملفات أخرى ولا سيما النووي الإيراني. ولم يصدر عن الجانب السوري حتى الآن ما يذهب أبعد من أن المشاورات دارت للمساعدة في إيجاد حل للأزمة، ومن الطبيعي أن يكتنف التكتم مهمة الدبلوماسي العماني الأول الذي لطالما كان يعتبر أن العمل في الظل هو وضمانة نجاح. وجود دبلوماسي عماني عريق في دمشق في لحظة احتدام المسارات السياسية والعسكرية يعني بأن حلا ما أو مسارا جديدا بدأ يشق طريقه بين دمشق ومسقط وعواصم أخرى لا تزال تفاصيلها وأسماؤها في حقيبة الزائر العماني. دمناصيف دمشق، الميادين. سلسلة اتصالات بشأن الأزمة السورية أجريت، فقد أشار الكرملين إلى اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بشأن سوريا. جرى اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف كذلك بشأن الأزمة نفسها. لافروف بادر أيضا إلى الاتصال بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث جرى الحديث عن المشاركة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر دعم دولي ودعم من الدول المهمة في المنطقة. من المقرر أن تستضيف فرنسا اليوم اجتماعا بشأن سوريا يشمل أطرافا إقليمية. الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال إنه اجتمع في الأيام الماضية إلى نظرائه الأمريكي والأردني والسعودي، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لن يكون في اجتماع باريس، كما لم تجرى دعوة إيران. حان وقت فرنسا لكي تبحث عن دور أو حصة ما في الجبنة السورية.
غابت باريس عن لقاء فيينا الرباعي. صحيح أنها تبادر الآن ولكن ضمن المحور الأمريكي نفسه، بدليل أنه عندما سئل الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال عما إذا كان الجانب الروسي سيحضر اجتماع باريس الموعود، رد بالنفي وبأن اجتماعات لاحقة فرنسية روسية ستحصل. إذن إنه لقاء آخر موعود بعيد من المظلة الأممية لبحث الأزمة السورية. فعجلات جنيف 3 السوري تعطلها المواقف السعودية والأمريكية. ثمة مدعو غير مرغوب فيه في هذا المؤتمر هو إيران، وهذا كان كافيا لتطيير جهود ستيفان دو ميستورا أو على الأقل تجميدها. جهود الأخير أيضا طارت فيما يتعلق بمبادرته حول ما سميت لجان العمل الأربع، حتى إن بعض الجهات فيما تسمى المعارضة المعتدلة اتهمته بأنه نجح في شرخ هذه المعارضة على المستويين السياسي والعسكري عقب توقيع بعض فصائلها مثل جيش الفتح على بيان المبعوث الأممي. وعليه تجلس الأمم المتحدة حاليا على هامش الحل السوري، الكلمة للدول المعنية، كل اجتماعاتها تحصل على وقع الميدان السوري. الهاتف بين سيرجي لافروف وجون كيري يكاد يتحول أمرا شبه يومي بغية المزيد من البحث المشترك لبدائل تحقيق تسوية سياسية على ما قال جون كيربي. هذا ما حصل فعلا في فيينا. الروس رفعوا لواء جنيف واحد، إبقاء الدولة السورية وعلى رأسها بشار الأسد كجزء من أي حل. موقف روسي ثابت دفع ربما أحد الصحفيين إلى سؤال فلاديمير بوتين في سوتشي إذا ما كان يعد نفسه من الصقور أو الحمائم، فأجاب: أنا حمامة بجناحين من حديد قويين جدا. وسريعا ما انتشر كلام باراك أوباما عن أن ما يحصل في سوريا حرب استنزاف. وفي المحصلة وبين فيينا السوري بمشاركة الروس وباريس السوري بغياب الروس، تبدو الجهود الدولية في مربعها الأول الذي يفتقر أولا إلى الثقة وثانيا إلى ترتيب واحد للأولويات. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن جولة جديدة من المباحثات بشأن سوريا ستعقد الأسبوع المقبل بين الأطراف المعنية بالأزمة، وأضاف إنه يتعين إشراك إيران في نهاية المطاف في هذه المباحثات، وإن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يدرك أن العملية معقدة وتتضمن بعض التنازلات من الجميع. كيربي أشار إلى أن الأطراف المعنية بالأزمة كثيرة، ولم يجري حتى الآن تحديد قوى المعارضة التي ستشارك في المباحثات. ميدانيا أمن الجيش السوري الطريق بين بلدة الصبورة ومنطقة ثريا في ريف حماة بعد معارك مع المسلحين. الطائرات الروسية أغارت على تجمعات لداعش وجبهة النصرة في محيط طريق ثريا وخناصر الرئيسي إلى حلب. كذلك استهدفت تجمعات للجبهة الشامية في الشيخ سعيد جنوب حلب والشيخ عيسى في ريف حلب الجنوبي ومحيط الكلية الجوية في مطار كويرس بريف حلب الشرقي. الجيش السوري صد هجوما عنيفا على محور الشيخ سعيد الراموسة بعد أن فتح جيش المجاهدين جبهة واسعة يهدف من خلالها إلى أحداث خرق تمهيدا للسيطرة على مدخل حلب الجنوبي المنفذ الوحيد للمدينة باتجاه الطريق الدولي. معركة الليل انتهت باستيعاب الجيش الهجوم وصده موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين. قامت قوات جيشنا العربي السوري بصد هذا الهجوم. الهدف من ذلك الهجوم هو الهجوم على طريق حلب الدولي حلب خناصر، وهو الشريان الذي يمد حلب بكافة المواد الأولية والمساعدات وإلى آخره. معركة عنيفة خاضها الجيش في مواجهة الفصائل المسلحة التي استهدفت أحياء حلب بقذائف الهاون خلال المعركة. فتح الجبهات المتعددة يأتي في إطار محاولة المسلحين الضغط على الجيش والتشويش على تقدمه البري المتواصل في ريف حلب، فيما تؤكد مصادر عسكرية أن القيمة الاستراتيجية للمعركة هي في عمق الريف، هناك يتقدم المشاة باستمرار. بدأوا هجومهم بكثافة نارية وتمهيد مدفعي من قبل المجموعات الإرهابية، ولكن صمود قواتنا الباسلة أبت دون أن يقوموا بأي إنجاز. في حين تتواصل الاشتباكات على محور أثريا خناصر على امتداد الطريق الواصل بين حماة وحلب، الجيش استعاد بعض النقاط على الطريق وأمن مجمل المنطقة بين الصبورة وأثريا في ريف حماة. طريق علي ريف حلب الميادين.
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن الطائرات الروسية دمرت 94 موقعا للمسلحين في محافظات حماة وإدلب واللاذقية ودمشق وحلب ودير الزور، وأضاف إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية أغارت طائراتنا على 285 موقعا لتنظيم داعش في سوريا. قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي إن قوات بلاده موجودة في أرض المعركة بسوريا لتتمكن من تقديم استشاراتها بدقة. وكشف سلامي أن طهران تساعد سوريا على 4 مستويات وقد رفعت من مساعداتها كما ونوعا. وأشار إلى أنه لو لم تكن القوات الإيرانية تواجه الإرهاب التكفيري في سوريا لكان عليها أن تواجهه في مناطق أخرى. وأكد أن كل القواعد الثابتة والمتحركة على مدى 2000 كيلومتر هي تحت مرمى الصواريخ الإيرانية، وأن الجيش السوري كان بحاجة إلى مكمل كقوات التعبئة، وقد أدخلنا هذا الأمر في النظام الدفاعي السوري. قتل داعش 3 أشخاص في المدينة الأثرية بتدمر وسط سوريا عبر تقييدهم بثلاثة أعمدة وتفجيرها بهم. المرصد السوري المعارض أشار إلى أن عناصر التنظيم ربطوا 3 أشخاص كانوا معتقلين لديه وقيدوهم إلى الأعمدة في القسم الأثري في المدينة وقتلوهم عن طريق تفجير هذه الأعمدة. إلى العراق، حيث بحث وزير الدفاع خالد العبيدي في بغداد مع نظيرته الألمانية سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي وتلبية احتياجات الجيش العراقي في إطار الحرب على داعش. يعني كان أعتقد لقاء إيجابي ومثمر جدا، ونعتبره نقطة انطلاق للتوسع في علاقاتنا العسكرية وكذلك في الجوانب الأخرى. أيضا طلبنا من السيدة وزيرة الدفاع تقديم مساعدات أخرى للعراق وخاصة إلى المدن التي تم احتلالها وتدميرها وإحداث خراب كبير بها من قبل مجموعة داعش الإرهابية. بدورها تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية استمرار دعم بلادها بغداد لمواجهة داعش. مسألة المقاتلين الأجانب شيء مهم ويهددنا في أوروبا وألمانيا، لذلك علينا أن نقوم بكل ما نستطيع حتى نعيد الاستقرار إلى العراق وأن نقلل من مسألة اللجوء وتشريد البشر. سنستمر في دعم العراق. عام 2016 سيتم توريد 3000 بدلة واقية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. بثت القيادة المركزية الأمريكية لقطات فيديو لضربة جوية قالت إنها دمرت سجنا لداعش بعد عملية لتحرير رهائن فيه. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن السجن المدمر على بعد 7 كيلومترات من الحويجة، سبق أن تعاونت القوات الأمريكية مع البشمركة الكردية لإطلاق السجناء منه. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 2 غارتين على موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. طائرات الاحتلال أغارت على برج لإرسال المقاومة قرب مخيم المغازي، فيما وقعت الغارة الثانية على مطار غزة المدمر شرق رفح جنوب القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الشهر الجاري إلى 61 بعد استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. فقد استشهد شاب قرب الحرم الإبراهيمي بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. كذلك استشهد فلسطيني آخر على حاجز عسكري شمال شرق الخليل بعد طعنه جنديا إسرائيليا. وفي سعير شمال المدينة استشهد شاب فلسطيني أثناء مشاركته بمسيرة عزاء أحد الشهداء بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الوضع في فلسطين خطر جدا وقد يتفاقم أكثر، ولسيما بسبب خيبة الأمل التي يشعر بها جيل الشباب. وعقب لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في بروكسل أعرب عباس عن خشيته من انفجار الأوضاع بسبب تراجع الاحتلال عن تعهداته وتزايد اعتداءات المستوطنين. نحن نأسف ونتألم للدماء المدنيين التي تجري حاليا في الأراضي الفلسطينية. نحن ضد إراقة دماء هؤلاء المدنيين الأبرياء، ولذلك نطالب الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات
من كما ذكرت حول الأقصى وحول المستوطنين، ثم نعود إلى المفاوضات وتطبيق الاتفاق. من جهتها دعت موغريني إلى اتخاذ قرارات تحسن حياة الشعب الفلسطيني للمساهمة في نزع فتيل التصعيد. ما نبحث عنه هو خطوات، خطوات ملموسة على الأرض، بما فيها الخطوات الصعبة التي يمكن أن تحسن حياة الشعب الفلسطيني، والتي يمكن أن تعزز السلطة الفلسطينية، ليس فقط في المجال الاقتصادي، لكن أيضا في المجالين الأمني والسياسي، وليصبح هناك ما يمكن تسميته مخرجات للعملية نفسها، وليس عملية من أجل العملية. على الجانب الآخر، يمكن أن تضمن مزيدا من الأمن للإسرائيليين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن قوات الأمن الإسرائيلية خولت إطلاق النار ضد رماة الحجارة الفلسطينيين الذين يستهدفون المستوطنين. وأضاف إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تنص على عدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، إلا أنه قال إن قرارات تكتيكية ستتخذ لحماية المواصلات ولشق طرق التفافية ومحاكمة رماة الحجارة، إضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات على وجه السرعة. في اليمن استشهد 8 أشخاص بينهم طفلة وجرح آخرون معظمهم أطفال في غارات للتحالف السعودي على مديرية عبس في حجة غرب اليمن. إلى ذلك جرح 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة شرق صنعاء، فيما واصلت طائرات التحالف غاراتها على العاصمة ومأرب وعمران. وفي تعز تستمر المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والقوات الموالية لهذه في مناطق متفرقة في المدينة، لا سيما في مديرية الضباب جنوب المدينة. في المقابل استهدف الجيش واللجان الشعبية مواقع عسكرية سعودية في مناطق الدود وقايم زبيد والخوبة السعودية. تبنى تنظيم داعش الهجوم على مسجد في نجران جنوب السعودية. الهجوم الانتحاري أدى إلى استشهاد مصل وإصابة آخرين. التنظيم قال إن الهجوم استهدف مسجدا للطائفة الإسماعيلية. أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة الحوار الوطني إلى مطلع الشهر المقبل بعد إحراز تقدم بين المتحاورين حول مواصفات المرشح المقبل لرئاسة الجمهورية، واستمرار الخلاف على موقفه من المقاومة والأزمات المحيطة بلبنان. تقرير عباس صباغ. لا توافق بعد في الحوار الوطني اللبناني على مرشح لرئاسة الجمهورية. المكونات السياسية اختلفت حول علاقة الرئيس المقبل بالمقاومة وموقفه من الأحداث الإقليمية التي لم توفر لبنان من تداعياتها. مثلا موضوع النظر للمقاومة ما صار في اتفاق عليه، في موضوع إعلان بعبدة واعتبار عدم التدخل بالقضايا المنطقة، هذه للنقاش. القوى السياسية اللبنانية وعلى الرغم من خلافاتها وانقساماتها العمودية الحادة، إلا أنها تقر بأهمية الحوار الوطني لمنع تجدد التوتر، ولا سيما أن الأزمات تحيط بلبنان منذ سنوات. الحوار شغلة ضرورية، هيدي حاجة وطنية، ضروري دائما يكون في حوار، خاصة البلدان اللي هي أو الشعوب اللي بتكون هي عم بتمر بأزمة، لبنان بأزمة، فبالتالي الحوار حاجة وطنية. الأزمة الحكومية حضرت على طاولة الحوار، ورئيس الحكومة تمام سلام طلب تعهدا من القوى السياسية كافة بتسهيل عمل الحكومة بعد أشهر من التعطيل. حكومة عاجية عن ملف النفايات، يعني ما بعرف إذا عندها مستقبل. المكونات السياسية اتفقت على مواصلة الحوار على الرغم من تعليق حزب الكتائب مشاركته، إلا أن الحوار لا يبدو أنه سيخرج البلاد من الأزمات، ولم ينجح حتى تاريخه في إيجاد حل لأزمة النفايات. الحوار بين المكونات السياسية اللبنانية يتواصل تحت قبة البرلمان وسط تباينات حول مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية بعد 1.5 عام على الشغور في سدة الرئاسة. عباس صباغ، بيروت، الميادين.
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون ضرورة عودة أطراف النزاع الليبي إلى مفاوضات الحل السياسي، ودعا ليون عقب محادثته في القاهرة إلى عدم إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السلام. علينا جميعا أن نفكر في كيفية العودة إلى هذه العملية وكيفية تجنب تفويت الفرصة للعودة. من المهم أن نعود إلى هذا الاتفاق ونتأكد من أن الجميع مشمول فيه. من الضروري أن يشعر الجميع في ليبيا أنه معني بهذا الاتفاق، وهذا أمر ممكن. أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل أحد أخطر قادة تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش شمال سيناء. المصادر لفتت إلى أن العنصر الذي قتل هو أحد المتورطين في اغتيال الأمين العام لحزب النور في شمال سيناء والمرشح في الانتخابات البرلمانية مصطفى عبد الراضي. قالت وزارة الخارجية الصينية إن سفينة حربية أمريكية دخلت بطريقة غير مشروعة مياها قرب جزر صينية في بحر الصين الجنوبي. وأضافت الوزارة إن السلطات الصينية راقبت السفينة الأمريكية وتعقبتها وحذرتها. وزير الخارجية وونغ يي دعا واشنطن إلى التفكير ماليا قبل التحرك وإلى ألا تتصرف بطريقة عمياء على حد تعبيره. التصريحات الصينية تأتي بعدما أعلنت واشنطن أن المدمرة يو اس اس لاسن المزودة بصواريخ موجهة اقتربت من حدود منطقة 12 ميلا التي أعلنتها الصين حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. قتل أكثر من 300 شخص في حصيلة غير نهائية للزلزال الذي ضرب شمال باكستان وطاول أيضا أفغانستان والهند. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أن الزلزال بلغت قوته 7 درجات و15 درجة على مقياس ريختر. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى عناوين بعض الصحف العربية مع الزميلة سارة الحاف. صباح الخير سارة. صباح الخير ملحم، شكرا لك. أهلا بكم. جولتنا في عناوين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة الثورة السورية ونقرأ فيها: الرئيس الأسد يرحب بدور سلطنة عمان، القضاء على الإرهاب سيسهم في نجاح أي مسار سياسي. وأيضا نقرأ في صحيفة الثورة: الجيش يدمر تجمعات للإرهابيين بريفي حما وحمص، الطيران الروسي يستهدف 285 موقعا ومعسكر تدريب ومستودعات أسلحة للإرهابيين، وموسكو المزاعم حول عملياتنا العسكرية كاذبة. إلى صحيفة الوطن العمانية وفيها نقرأ: في لقاء الأسد وبن علوي بحثا خلاله الأفكار الإقليمية والدولية للحل، السلطنة تؤكد على أهمية وحدة واستقرار سوريا بما يخدم أمن المنطقة. بعد حديث عن الموافقة: الاحتلال يراوغ في كاميرات الأقصى. من الوطن العمانية إلى صحيفة الخليج الإماراتية وجاء فيها: الإمارات تدعو إلى وزاري عربي طارئ حول فلسطين، 3 شهداء في الخليل والكيان يضيق على المقدسيين ويتنكر لاتفاق الأردن. استبعاد روسيا من اجتماع باريس، وموسكو تستقبل وفدا من الحر، بوتين يهاتف الملك سلمان وابن علوي والأسد يبحثان الحل السياسي. إلى صحيفة الشروق التونسية التي جاء فيها: رسالة الجزائر، الصيد يذيب الجليد مع الجزائر. وأيضا نقرأ في صحيفة الشروق التونسية: بعد لقاء الأسد وبوتين العرب يدشنون موسم الحج إلى سوريا. صحيفة البناء اللبنانية عنوانت: سلمان يتصل ببوتين وبن علوي عند الأسد، وبوغدانوف التقينا الجيش الحر، أردوغان ينتظر العد التنازلي لأحد الانتخابات واستطلاعات الرأي تبشره بالفشل، بري بين حوارين مكانك راوح والمشهد للنفايات، وأمير سعودي يهرب المخدرات. صحيفة الصباح الجديد العراقية نقرأ فيها: آلاف الموظفين يتظاهرون في بغداد والمحافظات احتجاجا على سلم الرواتب الجديد ويهددون بالإضراب، أنباء غير مؤكدة عن عزم الحكومة التريث بتنفيذه.
ونختم هذه الجولة مع صحيفة البلاد الجزائرية التي نقرأ فيها إجهاض مخطط يستهدف القاعدة البترولية في سكيكتا، القبض على إرهابيين وسط مدينة عزابة ومصادرة صور لمركب البتروكيمياء. مشاهدينا الآن إلى فقرة الماضي الحاضر.